الكل يعرف ان اليوتيوبر هم اكثر ناس تتابع لعبه فري فاير، واكيد السر يكمن في الاعدادات الاساسيه تبعهم. فعشان هيك شباب اليوم راح تجرب اعدادات ثلاث يوتيوبر مشاهير داخل لعبه فري فاير، واتوقع الكل يعرف هذو اليوتيوبر وهم صحراوي وام عشره وبيبو، ونشوف اذا حصل محترف داخل لعبه فري فاير ولا لا. وبعد ما تشاهدون هذا الفيديو شباب اعدكم انكم راح تصيرون محترفين حرفيا، واكيد راح تستفيدون كثير، وخاصه الشباب الناس اللي بدها تطور لعبها داخل لعبه فري فاير وبدها تصعد الجراند ماستر يعني. فهذا الفيديو راح تكون فيه فائده ومتعه كبيره حرفيا، فلا تنسوا اللايك والاشتراك زي نوصل هذا الفيديو لاكثر من 10000 لايك، ويلا ليتس جو. اوكي شباب خلونا ننتقل لاول يوتيوبر لازم نجرب اعداداته وهو اليوتيوبر الصحراوي وهو يوتيوبر غني عن التعريف. فاوكي شباب بعد ما انتقلنا على اليوتيوب كما تلاحظون كتبت اعدادات الصحراوي وظهرت لي الكثير من المقاطع يعني اللي تعطيني اعدادات الصحراوي. فاوكي شباب الشيء اللي يهمنا اني اشوف هذا المقطع وهو كاتب افضل اعدادات يوتيوب الصحراوي. اوكي يا شباب هذول اتوقع هم اعدادات الصحراوي، خليني بس انقص الصوت عشان اسمع المقطع بشكل اسطوري. اسويهم 100 100 مشان تصير 50 50 100 100 فهمت كيف؟ هيك لازم الهيتشوت تكون موسيقى في حياتي هيك موسيقى والله الصحراوي وضحي. شوفوا شباب يعني الحساسيه بشكل عام وهي 50 50 100 100 50 50 يعني موسيقى كما تعرفون. انا رقم واحد فهمتني كيف؟ الصحراوي اسطوره العالم وعدي 2.1 ليش؟ لانه انا وانت 2.1 يعني انا وانت مع بعض شخص واحد والله يعني ما فهمت. خلاص اوكي هنجربها 2.1 انا وانت واحد او اثنين. ليتس جو يا شباب خلينا نرجع للعب عشان نجرب اعدادات الصحراوي الاسطوريه ونشوفها داخل الجيم. فا اوكي شباب خلينا ننتقل للاعدادات او الحساسيه يعني عشان نجرب حساسيه تبع الصحراوي الاسطوره. كما تلاحظون الحساسيه كما تلاحظون الحساسيه تبعي يعني زباله مخربطه يعني اي حساسيه في العالم يعني سويتها. اوكي شباب فا اوكي شباب يعني كما تتذكرون هو قال لنا ان نسويها اغنية يعني 50 50 100 100. فاوكي شباب هذه اغنية الصحراوي كما تلاحظون اغنية 50 و100. فاوكي خلينا نجربها داخل الجيم. هيك شباب انا اتوقع اني اصير اسطورة العالم. اوكي يعني حصير اسطورة العالم زي الصحراوي لا حد يقول لي. فليتس جو خلينا نجربها داخل الجيم ذئب واحد. اوووو ما نويت اصلا ارفع الايم، كيف صايد الايم زي قاعدة تبربر والله انك لكن مو مشكلة يا شباب قاعد يتحرك لي زي وايد شفتوا يا شباب. يا رب بسم الله على بركة الله. لا لا مش زي هيك. اوه نوبة لي من ورا هيت شوت ابلاي اصفر. كما قلت لكم يا شباب احسبوا كما حفوز ابلاي هيت شوت اسطورية من قبل قوسي بريس الاسطوري. لا 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 يا دادا الصحراوي اعطيها شوف اعطيها 7 من 10 عشان صديقي. اوكي لكن ما زبطت معي رغم انه هو محترف لكن ما زبطت معي. فاوكي شباب خلينا ننتقل لثاني يوتيوبر معنا وهو اليوتيوبر بيبو. وكبري شباب هو يوتيوبر غني التعريف وعنده لقطات اسطوريه وهو ملك النقار اتوقع. شباب لا احد يقول لي هو ملك النقار. فليتس جو خلونا ننتقل لليوتيوب. فاوكي شباب لما دخلت لليوتيوب وكتبت اعدادات بيبو يعني طلعوا لي كثير من الفيديوهات لكن اتوقع ولا فيديو يعطيني اعدادات بيبو. اوكي يا شباب هايو فيديو مكتوب اعدادات بيبو بالنقار. اوكي يا شباب خلينا ندخل. اوكي شباب لما فوت الفيديو طلعوا لي هذول هم الاعدادات تبع بيبو كما تلاحظون. اول واحده 200 وثاني واحده 137 الى اخره كما تلاحظون. خلينا نجربها بسرعه داخل الجيم. اوكي شباب ليتس جو عشان نجرب اعدادات بيبو الاسطوريه كما تلاحظون. خلينا ندخل على الحساسيه بسرعه 115 ثم 123. اوكي شباب ليتس جو عشان نجربها في ساعه التدريب نشوف يعني امكانيات اني اجيب هيت شوت. فا اوكي شباب خليني بسرعه اختار النقال عشان يعني سلاح بيبو الاسطوري وهو النقار. فا اوكي شباب هيك صارت الاعدادات دقيقه بس والله كفو. لا هيت شوت هيت شوت والله كفو كويسه يعني في ام اسطوري. اوكي والله في ام اسطوري والله يا شباب ام اسطوري ما نكذب والله يا شباب ام اسطوري. اوكي خليني نجربه على ذو الاعداء بسرعه قد يتحكون يعني تلفونك الامور. تعال تعال يا حبيبي هيت شوت اسطوري من قبل قوسي بلاي هيت شوت اسطوري من قبل قوسي بلاي هيت شوت اسطوري. دقيقه والله ايم اسطوري يا شباب والله ايم بيبو اسطوري. اوكي هيت شوت اسطوريه يلا دقيقه خليني اجيب هيت شوت هيك كما تلاحظون. شوفوا اجرب اجيب هيت شوت بالقفزه. اوكي يا شباب والله كفو يا شباب دقيقه نجربها كمان مره. لا 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 لازم تزبط. لا شو صار
حسدتوني شباب، قولوا ما شاء الله هيك فري شوت فوكي شباب. يعني افتراضيا هذو الاعدادات اعدادات اسطوريه كما لاحظتم، يعني سالان دي ام اسطوري في النقار. فوكي شباب كما لاحظتم اعدادات بيبو ظبطت 100% كما لاحظتم، يعني صار عندي ام اسطوري في النقار. يعني انصحكم بهذو الاعدادات خاصه للاعبين تبع الرانكد، عشان اللاعبين الرانكد كما تعرفون يستحقون انهم يكون عندهم ام اسطوري في النقار. فاللي بدهم يعني يصعدون جراند ماستر او شيء زي هيك او عندهم بطوله، يعني انصحهم انهم يسوون هذو الاعدادات الاسطوريه. فوكي شباب خلونا ننتقل لثالث يوتيوبر معنا وهو اليوتيوبر ام عشرة. فاوكي ليتس جو، خلونا ننتقل لليوتيوب عشان نجيب الاعدادات. فاوكي شباب كما تلاحظون اني كتب الاعدادات ام عشرة وظهر لي هذا الفيديو، يعني اول فيديو ظهر لي. اوكي شباب كما تلاحظون هذول هم الاعدادات تبع ام عشرة. فاليوم يا شباب راح اجرب يعني العب بهذول الاعدادات كما تلاحظون، ونشوف اذا راح اصير محترف مثله او راح ابقى نوب يعني طول حياتي وراح يتنمرون علي اللاعبين. فاوكي شباب ليتس جو، خلونا نرجع للعبه. ليتس جو يا شباب، خلينا ننتقل الاعدادات بسرعه وندخل على الحساسيه. اوكي شباب، اول شغله هم مسويها 53، ثاني شغله مسويها 93، 81، 199، واخيرا 96. اوكي شباب هذول هم الاعدادات، خلينا ندخل على التدريب عشان نجربها بسرعه ونشوف اذا حصير محترف. ان شاء الله حصير محترف. شباب اختار سلاح داكونوف ونفس الصحراء، اوكي، عشان هذول الاسلحه تعتبر اسلحه وان شوت. ليتس جو، هيت شوت، كفو هيت شوت. دقيقه، لا تقول لي صار عندي ابصار. والله يا شباب دقيقة، لا انا مش مصدق. اوكي يعني ربما حظ او اوكي شباب دقيقة خليني اجرب مرة. لا مستحيل مستحيل يا شباب. لا يا شباب ريلاكس، اوكي ريلاكس يا شباب. لا تقول لي اني صرت محترف مثل ام عشرة، لا تقول لي يا شباب، لا مستحيل. كيف يعني ام عشرة؟ والله يا شباب لو جت حمراء يعني ما حسد. اوكي لو جت هي طاقة حمراء خلاص قصي بلاي صح يصير من اقوى اللاعبين في سيرفر مينا. اوكي لا 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 مستحيل مستحيل يا شباب، خليني اجرب كمان على هذول الناس عشان هذول تحكمهم اصعب شوي. اوكي عشان هم يتحركوا. هيت شوت اسطورية، دقيقة لا بلوك موس، دقيقة بس اعدل الامور. هيت شوت اسطورية كمان، هذا حجيبه هيت شوت اسطورية. وينو ثاني واحد؟ دقيقة خليني ريلاكس. هيت شوت اسطورية، هم قاعدين يتحركون يزيتوني. والله يا شباب الايم صار اسطوري بأتم معنى الكلمة. اوكي والله يا شباب فرق شاسع في لعبي. اوكي بالله عليكم يا شباب شفتوا يعني ايمي كيف كان وكيف صار. والله يا شباب اعدادات ام عشرة تعتبر اعدادات اسطورية. اوكي ما شاء الله والله كفو. شباب انصحكم انكم تجربونها كما تلاحظون ايم عندي صار يعني فائق. اوكي صار ايم كيف اقول لكم يعني خرافي حرفيا يعني شباب. فاوكي شباب جربوها يعني خذوا الصورة وجربوها، انصحكم انكم تجربونا اعدادات اسطورية. اوكي شباب كما لاحظتم اعدادات ام عشرة وهي افضل اعدادات بالنسبة الي، ثم تليها اعدادات بيبو، ثم تليها اعدادات الصحراوي. فاوكي شباب اذا ضبطت معكم اكتبوا لي في التعليقات، واللي بده يتواصل معي في الانستغرام الرابط راح يجدوا في بايو القناة. وكان معكم الاسطورة قصي بلايس، مع السلامة.